تحية نضالية الإخوان اللي كيسمعونا، يعملوا لنا إشارة واش كاين الصوت من فضلكم. تحية السي عبد الحق. تقدر تقولنا واش كاين الصوت السي عبد الحق؟ ميرسي، شكرا. على اي ندوي هذه المداخلة، واخا الاصدقاء يقدروا يلتحقوا بنا، ماشي مشكل، كل واحد يجي في الوقت المناسب ديالو، نبدلو فيها الآراء ديالنا حول الأحداث اللي جاري بها العمل اليوم، وبالأخص 20 فبراير، ذكرى 20 فبراير. فوالا، كما كتعرفوا في البداية ديال 2018 كنت درت واحد الفيديو صغيرة كي نشرتها، حيت هذه مدة شهر وأنا محصور في فيسبوك مبلوكي. لهذا كنت درت واحد التوقعات متواضعات كهونات على الأشياء اللي تقدر تقع في السنة هذه حسب التتبعات ديالي والتخمينات ديالي والتأشيرات اللي كتدلي بها الأحداث الدولية. المهم كنت قلت باللي غادي تكون فيها شي أشياء مهمة غادي تدور في الساحة السياسية في المغرب، وفعلا بالفعل بقينا كنلاحظوا يعني أشياء يعني ما كانش على البال. مثلا العلاقة ديال السعودية مع المغرب، وانقطاع العلاقة الممول الرسمي ديال المهلكة. بون، هذا ديجا حدث مهم، سيتي بون شوز، يعني كتبين لنا ان هذا اكبر حليف لهذا النظام هذا هو تخلى عليه، وبينوا على الحقيقه ديالهم جوج من خلال القذف والسب اللي كيتبادلوه باش كيبين المستوى ديال الدبلوماسيه اللي عندهم. على الاقل السعوديين كانوا شويه متحضرين في التعليقات ديالهم وفي الردود ديالهم، كانوا دبلوماسيين، بينما دوك الحيوانات اللي حاطينهم تما عندنا اللي كيهضروا بلسان الشعب بلسان الدوله، ماشي بلسان الشعب، كيهضروا وكيمثلوا الدوله بحال داك ثلاثي ولا ستاتي ولا اش كيقولوا له، هذاك راكم تصنتوا عليه كيفاش كيقذف، ولا الاخر داك المنار، ويعني حنا ما حنا كندافعوا على السعوديه، وحنا الجيش ديالنا والجيش ديالهم راه تنعرفوا كيفاش داير، واش كاين الحشومه والعار اللي وصل ليها الجيش تما، راه كنعرفوا كيفاش كيوظفوه تما، كاينه في السعوديه راه اشياء يندى لها الجبين وما نقدروش تنذكروها. المهم هما داك المساهمه ديالهم في داك التحالف او التآمر ضد اليمن، داك البلد الشقيق الفقير، داك الجرائم اللي قاموا بها تما بدون استشاره، بدون اخذ الراي لا ديال البرلمان ولا ديال الشعب، راه الشعب ما كاينش، هذه حاجه دابا مفروغ منها، الشعب ما كاينش، هذاك الراجل راه كيعتبر راسو هو الاله الاعظم، هو العلاقات الخارجيه ديالو، الداخل ديالو، الاقتصاد ديالو، المهم كيدير داير في ذاك الشعب ما بغى يعني، وكيقطع العلاقات وقت ما بغى، وكيستدعي السفير، المهم هذيك العلاقات بيناتهم، المهم حنا خارجين منها ما كتمثلناش، هذه مساله يعني ما نهضروش عليها. ولكن هذا ما كيمنعناش باش نبدلو فيها الاراء ديالنا، ونقولوا نعبروا على الفكر، فنعبروا على الراي ديالنا، ولو انهم كيحاولوا يشدوا علينا الخناق ويسدوا علينا الفيسبوك، وحنا حنا حنا هذا الشيء كما قلت سبق لي، ذكرت ان كيبان تافه، وين انت يا اش غادي تغير قدام الدوله،
الدوله بالاسلحه بحال اللي كيقولوا شي عياشه. اش غادي دير انت يا انتوما الجمهوريين؟ اش غادي ديروا قدام نوغا؟ واش غادي ديروا قدام الدبابات والجيش والطائرات؟ وهذا راه نظام، هذا كيدخل في اطار استضعاف وتقزيم واحتقار المعارضه. يعني باش انت كتبقى توقف كتشوف داك النظام كعملاق قوي، كآلة خطيرة مدمرة يصعب توقيفها، وما عندنا من. ولكن هذا خطأ، لأن بنقطة كيحمل الواد، وهذا كنلمسوه حاليا، كنلمسوه الصوت ديال هذا العبد الفقير زائد الصوت آخر زائد صوت آخر كيأدي وكيعطي الثمار ديالو في تنوير الشعب وكشف القناع على ذاك النظام. واليوم الحمد لله نقدروا نقولوها بهذا المفهوم ديالها، ان الاشياء بدات كتعطي النتائج ديالها، والشعب هو بدا كيعرف شنو كاين، وهادشي كيبان ملموس من خلال التصريحات ديال المواطنين والشرائح اللي ما كناش كاع كنتوقعوا واحد النهار انها توصل لهذا المستوى ديال الوعي وهذا التحرر الفكري. والفكر الجمهوري هو في استرسال ويشق طريقه. هذه حاجة نفرغ منها، يعني أحب من أحب وكره من كره. دونك كيفاش بغينا ندوزو للنقطة اللي قلت أنا، وهو أن النظام القوة ديالو راه هي تكمن في الضعف ديالنا أو في الجهل، والأخص الجهل. هذه المسائل هذه ما فيها بس الواحد يذكرها، كنعرف الناس اللي حاضرين معنا راهم عارفينها، ولكن حنا راكم كتعرفوا كيخصنا نذكروا هالشيء للأغلبية، لأن للأسف كاين واحد الأغلبية مازال مخدوعة بزاف، وباقين كيترجاو الخير في ذاك النظام، وباقين كيطالبوا بأشياء خبزية ملفات يعني حقيرة، وإطلاق سراح المعتقلين وبناء مقابر السبيطار. وحنا كنتواجدوا في أوروبا، عندنا إمكانيات هائلة باش نعبروا على حرية، بحرية نعبروا على الرأي ديالنا ونطالبوا بإسقاط النظام. إبانو كنخرجوا في خارجات هكا في مدن عواصم أوروبية وكنطالبوا بأشياء، جوفاء إطلاق سراح المعتقلين، ورا الشعب كله معتقل عباد الله، الشعب كله راه في حالة اعتقال. اش من معتقل هو كطالب عليه؟ طالب إسقاط النظام. وديك الساعات انت تمشي بيديك عندك، انت تحل على داك الأسير وتخرجه من تما، وداك السبيطار انت تبنيه لراسك، انت مول الدار وكطلب من الكاري، وماشي تكاري محتل، لأن هذا احتلال. خصنا نعرفو نسميو الأشياء بمسمياتها، راه ما عمرو كان تمايا شي استقلال. هذيك المعاهدات راه اليوم تنعرفو عليها، كانت حنا كاملين كنا مخدوعين، كان كيسحب لينا راه كاين الاستقلال وكاين السيادة وعندنا دولة، ولذلك احنا دخلنا في 2003 ودخلنا رزقنا وداو لينا، وهذه لا بأس فيه نذكروا به باش تعرفوا داك الناس راهم مجرمين. راه ما كاينش وما كاين لا قضاء، ما كاين لا عدل، ما كاين لا صحة. اشنو بغيتو اخر؟ واش واحد كيضربوه ب20 عام بالحبس باغي سبيطار وانت مازال كترجى فيه الخير؟ واش هذا الانسان عنده شي عقل ولا ما عندوش؟ انها لا تعمل الابصار كما كيقول لك، انما هي القلوب. وهذا راه ماشي البصيره اللي عاميه، حنا باقيين هذه طبيعه ديال المغربي، وهو التوسل ديما، ورا الله يخليك عطيني حقي. وقتاش هذا المغربي غادي يعيش براسو مرفوع عباد الله؟ راه حقك هذا، حقك خصك تقتل عليه وتموت عليه، ما تبقاش تطلب ليا. وتطلب ليا ماشي تا انسان بلا ما نوصفوه، كطلب واحد الخائن، خوانه. هذوك الناس راهم خوانه،
راهم قتلوا والدينا جوعونا، هذاك الشيء اللي داروا فينا لا يعد ولا يحصى، وحنا باقين تابعينهم. سيل فو بلي، بير فافوري، الله يخليك، الله يطول لك عمر. خاصك بيرمي تمشي تطلب، خاصك شهادة السكنة تمشي تطلب، خاصك شهادة، انت ميت، انت ميت، خاصك تجيب له شهادة السكنة، شهادة الوفاة، وتطلب وتعطي عليها الرشوة. هذا احتقار ما عندوش مثيل في العالم. وعباد الله، هاد الشيء راه الناس تيخرجوا عقلهم، الدراري راه تيغوتوا في الفيديوهات، راه بلا ما نجبدوا الاسماء ديالهم حسن باش ما ننساوش الاخرين. يقول لك راه الناس راه عياو ما يهضروا. واش هاد الشيء ما بغاش يدخل الدماغ؟ ما بغاش يدخل الدماغ. حنا غنبقاو ديما تنسعاو تنسعاو ديالنا، تنسعاو رزقنا. بنادم محسن لك، دايلك رزقك، مجوعك، طاح لك وجهك، حاشي لك في التراب، حاشي فيك القرع، مغتصب لك ولدك، وانت غادي اسرائيل ولا جنسيو باش تقول اطلاق سراح المعتقلين. انا ما بقيتش كنشارك في ديك المسيرات نهائيا. انا هادشي راه ولا تيعصبني، تيمرضني. انا تنشوف هذا المستوى ديال الدماغ ديال هذا البشر، علاش ما بغاش يفيق؟ علاش كيس كيل زاتون دو بلوس؟ اشنو خاصك مازال؟ هادشي راه تيمرض. واش انا تنطلب في رزقي غادي نمشي نسعاه؟ بحال داك النهار كتصنت على واحد الفيديو، وحده ساكنه في المانيا ومجوجه بالماني وهي مغربيه، وسي اون جون اون بلوس، كانت دايره واحد الرساله في الفيديو، كي الى 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 قراها شي ياباني ولا شي شينوي ولا شي با، غادي 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 اذا تطول الضحك. سيدي ومولاي، يا صاحب المهابه، يا ولي امري، راهم الدوليه ما نعرف شحال من مليار نصفني يا سيدي. فين داها فيك؟ فين سمعك؟ وراك يحتقر وجودك على ما كيشوفوش الناس هاد اليوتيوب. اليوتيوب عامر 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 بالجرائم، الناس طحنت في الزبل، ومع الازبال طحنت. فينا هما حقهم؟ ماتت بالمئات وبالالاف. فينا هما؟ فينا هما الملفات؟ عفى الله عما سلف. ولكن حنا المغاربه فينا واحد الخيانه كتجري لينا في الدم. فين ما كان شي كلب حقير كيوصل لذاك المكان الا وعنده نيه ديغيغ لا تيت، وهو انه يوصل للحكم ويجمع الفلوس ويحشر ويحطهم في بنما في لوروب، ويجوع ويجوع ولاد البلاد وتقلب عليهم. هذا هو المشكل، وماشي غير السياسيين للاسف، حتى الشعب. الشعب خامج في دماغه، لان نتيجه ديال واحد التربيه ديال واحد السياسه مدبره من هذه 200 عام. المستعمر راه ما خرجش غير هكاك، راه خلى كما كيقولوا هما نيت لو فيغ دون لو فروي، خلى الدوده، الدوده في الفاكهه اللي غتاكل. وهذيك الدوده راه هي الوصايا ديال الاستعمار، هي اللي حاكمنا اليوم، راه كلشي واضح. ولكن حنا عندنا، ما عندناش الجراه، ما عندناش الشجاعه باش نقولوا الاشياء. انا بقات، انا كيبقاو فيا شي ناس كنشوفهم اليوم كيناضلوا في هاد الشبكه، وبواحد الجراه، بواحد الفصاحه، بواحد الصلابه، تيجلوا على اخنوش، تيجلوا على زبيده، تيجلوا على ابراهيم كما بغاو، تتفجروا. وغير كيوصلوا لعندو هو كيديروا بحال ديك النفاخه، مشيت كيتحناو. الفساد انت كتعرفو شكون منين جاي، كتعرف الرب ديال الفساد في المغرب شكون. اما غادي تهضر بصراحه وبصدق وبشرف، ولا اضرب الطم. لا تقول لي انت راك في الخارج،
اجي هنا وقول ديك الهضره. لا سيدي انا ما غنجيش لتما، انا خرجت في 88 باش جيستومون باش ما نعيشش في داك ديك الحاله اللي انت فيها. ما حنا راه كنا نقدروا نخدموا تما بحال العبيد ونتزوجوا ونعاودوا اعاده انتاج وسائل الانتاج للعبيد ونفرخوا لي زيسكلاف، ولكن حنا ما بغيناش نديروا الذريه ديالنا تما، لان ما بغيناش نعيشوا في العبوديه. ما بغينا نخدموش في الوظيفه العموميه، ما بغيناش نخدموا في البوليس، نمشيو نضربوا عباد الله. كانوا معنا دراري راهو معنا، عانوا معنا ووالديهم فقراء، وللاسف اليوم راهما في البوليس وكيكرسوا كيكرسوا داك الظلم وداك الحقره على خوتهم. عطاوهم ما نعرف انا 5000 درهم ولا مليون ولا شيبا لبس الكسوه، وهاد البشر هذا كي غدير ليه؟ وغير بالامس القريب كان عندهم شعارات ونضال ومواقف ومبادئ، داروا داكشي كلشي جلسوا عليه، حشوه في قاعهم، خداو المطراك صافي، بديتي كتضرب ولد الشعب وكتقهرو. كون كنتي في شي دوله متقدمه عندها حقوق ديالها وعندها رجل الامن يحترم، لان كاينه حقوق وكاينه كاينه 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 ضمانات مواطن كيعيش فيها كرامته. رجل الامن ديك الساعات كتكون عنده واحد الوظيفه، ولكن انت كتعيش في واحد السجن وكتمارس هذاك، راه ماشي امن، هذاك كيتسمى القمع. انت ما كتحميش الشعب، انت كتحمي الملكيه، كتحمي واحد الربعه ديال اللصوص ومجرمين. لهذا هذوك الناس اللي كيلبسوا الكسوه، ديك الكسوه الدل، ويخرجوا يماطراكيو عباد الله ويقمعوهم، هذوك خبزهم حرام وحياتهم دل، لان كل ما كانوش كيعرفوا الحقيقه بالنظام شحال هادي نقدروا نفهموا، ولو ان ميم شحال هادي كان كلشي واضح. اليوم كاينه الانترنت، كاينه وسائل الاعلام، كتعرف باللي داك الانسان اللي كيحكم فيك ماشي حتى انسان، الوحش تسرق الثروات ديالك، تنتهبك، تفقرك. ما غاديش نقولوا لا وهو ما منوش اللي دايرين به، لا سيدي كلشي باين اليوم، كلشي باين به، هو مدورهم به. هادوك كلهم خاصهم الحساب، خاصهم تحاسبوا، ولا ما تحاسبوش هاد العام غادي تحاسبوا العام الجاي، ولا ما تحاسبوش من دابا 10 سنين غيتحاسبوا من دابا 50 عام. لا ميموار، تاريخ ما كيرحمش، لان هذا الشيء هذا بزاف ما غاديش يمكن له يطول هذا الشيء بزاف. اليوم جايه 20 فبراير، عاوتاني نخرجوا نبداو نقولوا اسقاط الفساد، اسقاط خنوش، اسقاط نسيبتو، اسقاط النظام هو الحل. خصنا نعرفوا واش بغينا نعيشوا احرار ولا بغينا السبيطار في ظل العبودية والاحتقار. هي با فوتو، كاين الأشياء واضحة، كتعرفوا باللي ما كاين لا أمير المؤمنين ولا سيدي زكريا، راكم كتعرفوا كيفاش داير، راه كتعرفوا الأخلاق ديالو، كتعرفوا كل شيء، راه قالوا لكم كل شيء، راه هو بغاكم تعرفوا داك الشيء، راه قال لكم اش كيدير، الميولات ديالو، ما كاينش شي حاجه اللي ما كتعرفوهاش، ولكن نتوما قابلين داك الشيء. دابا الشعب نقولوا مقهور ما يقدر يدير والو، غير جلس في دارك اسيدي، ما تخرج تاكل لا عصا لا والو، جلس في دارك، شري داك العدس وداك الشيء اللي كتاكل وجلس في دارك، صوم، سي لوكازيون باش دير رمضان، انت كاع صوم، ما تمشي تخدم، ما تمشي جي سيبها 3 ايام 4 ايام سيمانه، ديروا له اضراب عام وقلقلوه مزيان باش يعرف راسو معامن، وهو راه عاتاني راه ما تلوموش، لان هو تيشوف البقر، راه كاع لا من حقر، راه مصيد الرخه، لو كان لقى الانسان عنده كرامه وكيهز راس
كما كيقول المثل، راه كل شعب كيستحق الحكم اللي عنده. حنا هاد الهضره راه عيينا بها، ولكن راه مقهورين، ما نقدروش نديروا اكثر من هادشي. ندخلوا غادي يصفيوها لينا، اش كندخل ندير؟ نجي عندك انت تقول لي اجي هنا وقول ديك الهضره، حتى انا بغيتيني يدخلوني يضربوني ب 20 عام، ولا يحشوا فيا زلاط، ولا ما نعرف شنو. هادشي اللي كيديروا، هادشي اللي هادي هي الممارسات ديالهم. هادي ديكتاتورية عالنة علينا، حرب وحرب داروس، وبلا ما نحتاجوا نخرجوا نواجهوهم، غير نواجهوهم بالعقل. العصيان المدني ما كاينش جوج حوايج، مقاطعة هي العصيان المدني والإضراب العام، ما كاينش شي حاجة أخرى. وسي فاسيل بدون تكاليف، كاع توفر فيها فلوس، كاع ما تبقاش تخرج وتدخل، جلس تما. فاش مشيت تجلس في ديك القهوة، ريح في دارك، وهذا هو اللي كاين. أما هو في يعني ما كاينش شي حاجة، ما كاينش شي حل آخر، هادشي اللي كاين. ولا سيما هاد الفترة بالضبط، لأن النظام كيدوز واحد المضيق، راه كيعيش واحد الخناق، خناق يعني واحد الاحتقان كاين في البلاد، وهادشي غادي تفسر، غادي يعطي نتيجة، لأن كاين واحد الاحتقان كبير، وكاين أزمة، كيعيش أزمة داخلية وخارجية بالنسبة للسعودية، بالنسبة للدول الأخرى. راه عنده مشاكل مع دول أخرى، راهم تيعينوكم يتخرجوا وينزلوا عليه، راه اللعبة ديالو سيفيني راه وصل للحيط، اللي هو بيي دو مور. حتى الجزائر اللي بغى يخدعهم بديك القضية ديال ها هما خداو الرئاسة ديال الاتحاد الإفريقي، وهذه عاوتاني صفعة أخرى في وجهه سيفيني. ودوك الناس اللي دعاة الصحراء المغربية، اش جاك انت في المغرب بعدا؟ اش عطاوك؟ فين عمرك شتي شي ريال؟ اش كتكسب في داك المغرب؟ عندك النص في الصحراء، خديتي بعدا حقك. انت ما كتكسب غير لاكارت ناسيونال، البطاقة الوطنية، وهاديك وخصك تشريها بالفلوس، ما كتكسب الا الاغلال. وتجي تقول لي صحراء مغربية، منين جاتك مغربية؟ واش انت بعدا كيسكو سا فادير مغربية؟ انت المغرب ما طلع لك منه تا ريال، من غير متابعة والتهكمات والظلم والاحتقار والسجون والاستعباد والجوع والنوع. ولاد كيموتوا في البحار باش يخرجوا، وتجي تقول لي الصحراء مغربية. واش بغيتي دوك الناس دوك الصحراوة دخلهم معاك حتى هما في العبودية بسكن؟ كاين شي قط كيهرب من دار العرس لو كان شافو دولة. كو كانت سويسرا راه هما غيدخلوا، كو كانت النرويج ولا السويد هما يجيو، هما يطلبوا اللجوء كما حنا دايرين هنا، غير جاو وهربوا. واش بغيتيهم يجيو يبوسوا اليدين والرجلين، يكوز حتى راسو يطيح للارض، يحشي له خنافرو في التراب بحال اللي كيديروا جدادو جدودنا ما عند بوه جد. انا هاد الهضره حنا راه ما عرفتش انا كيفاش هذاك الشعب اشنو مازال خاصو، ما عرفتش. سي مساله كتجاوزها العقل. واش بنادم خارج في بروكسل فين يمكن يقول اسقاط النظام، اسقاط الملكيه، بغينا الحريه والانظار ديال العالم اتجاه الجرائد، وهزين لي اللافتات ديال الخبز، ما بقاتش في 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 بنديرة في العلام ديال دير فين انت تسرق الزيت العلام. رخص شنا هو في العلام؟ واش كاينه شي حريه؟ واش كيرمز العالم؟ راه بنادم اللي كيديرو، ماشي العالم اللي كيصاوب بنادم، راه بنادم اللي خصو يتحرر. ما بغيناش نتحرروا، راه كيجهل هذا الشيء هذا. وهاد المناضلين كنبغيو غير نهضروا معاهم ولا شي حاجه، نقول لهم اودي نديروا شي حاجه، والو ما كاينش. بلا 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 وي، ولكن ملي كنجيو للتحرك، ملي كنجيو للطيران، للارض الواقع،
ما كانش كل واحد كيخرج لك عذر، لا انا راه عندي ما نعرف السينما، لا انا غنخرج الدراري، لا انا ما كاينش. الا كانت شي حاجه في الحقيقه راه غادي تجي من برا، انا هذه القضيه انا ديما كنقولها. اما هو للاسف راه تيبان لي الشعب خاصو ينوض، راه الا ما ناض شاي راه ما كاين والو. ما هو الامور راه الضربه راه غاتجي، ولا كان جات من برا راه ما غاداش تكون في صالحك، هذه خصك تعرفها. راه الا ما نتيش هضرتي على حقك راه وقع لك بحال اللي وقع لسوريا، ولا سميتو داك سوريا اللي خايف منها، راك انت عايش كتر منها، وراه داك الشيء اللي غايجي بغيتي ولا ما كرهتي، لان هذاك اللي حاكمك راه خدام في هذا المنوال، راه تيوجد لذاك الافاق، راهم خدامين تيفرقوا بيناتنا امازيغي عربي هذا، ولي كوموند ديال السلاح راهم تيدخلوا باش يخليوا البنادم يقتل بعضياته، الي هوب هو يجمع الباليزه ديالو، راه دي فاسون راه كل شيء عنده برا، عنده باش يعيش 2000 عام، وانت جلست تما طاحن، طار لك الركبه من لهنايا وطار لك الراس من تما، ودي فاسون اكوا سا سير، شمن حياه عندنا. هذا هو اللي جاي، هذه هي الافاق اللي كنقدر نشوفها، نقدر نكون متشائم، كنتمنى نكون على خطأ، ولكن للاسف ما كتبانليش شي افاق اخرى، لان الناس ما تنساش ان راه عندهم مصالح تما، راهم عايشين بالثروات ديالك البريق. هذا هو العبارات اللي كيخرجوا، للاسف ما عندناش شي حاجه اخرى، هادشي اللي عطى الله. حنايا مقهورين، حنا خدمنا حياتنا كامله، دخلنا رزقنا كان كيسحب لينا، كاين نظام، كاينه دوله، كاين شعب تيق فيه، كاين عدل، كاين امانه، كاين ما كاين والو. جينا لقينا امير المؤمنين، ما كاين لا امير ولا مؤمنين ولا مؤمن، لقينا العدل والقضاء دايرين لي كلوشار بحال داك الرميد وغيره، الصعاليكه هما اللي حاكمين، وهذا الشيء هذا راه كثر وبزاف بزاف. يعني انت كتنتظر من داك رئيس الدوله اللي هو الرئيس الاعلى للقضاء باش ينصفك، بحال هذيك الكوانب اللي باقا كيكتبوا لي، ولكن انا ما كنلومهمش، شاكان سون تور، راه بصح غير يعرفوا المصيبه ان الناس كيديو لهم الملاير وباقيين كيقولوا يا سيدي يا مولاي نصفني، وراه هو اللي دالك الملاير، اش غينصفيك؟ راه هو اللي هريب لك البراكه، راه هو اللي قتل باك وامك، راه مسكين هذاك ابو الدوح، راه كيقيل يشكي، راه تيبكي داك الحاله ديالو، راه ماشي غير هذاك، راه منو عداد، الا ما صفاها ليش حتى هو منو عداد. ها هو باه مات في الصحراء، فينا 20 عام في الصحراء، يا الله مالي صحاب الصحراء المغربيه، شردوا له ولادو، قتلوا الراجل، كان كيهز التصويره تا هو ديال المفترس، وكان كيمشي يقول عاش الملك وداك الشيء. فين عمركم شتو الملك نصف شي واحد؟ ياك التظلمات اليوتيوب عامره بها الملايين، فين عمركم شتوه جاوب شي واحد بشي رساله كتب ليه وجاوبو ونصفو؟ انا جاوبني ولكن ما جاوبنيش باش ينصفني، جاوبني باش يخدعني، يعني اجي سيني لي هاد الورقه، هادي ديك الورقه خصك تسينيها، وهي فيها خصك تعترف بلي انت هو المسؤول على كل ما وقع لك من 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 من, من الظلم، يعني انت اللي ضيعتي الوراق، انت اللي ما قمتيش بالواجب ديالك. وها هو السيد الوجه الحقيقي ديالو كيدير، وما تقولوش ليا هو ما فراسوش، لا فراسو، لان المحامي ديالو اللي كتب لي انا، ماشي غايجي وياخذ هذا القرار هكاك، اللي عنده عواقب كبيره
ردود فعل على السمعة ديال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أمير المؤمنين، كيطلب منك بس شهادة زور، تحريف، تسيني على شي حاجة ما كايناش، هذا غتثق فيه انت؟ انا قلت هاد الهضره هادي في شحال من فيديو، الفيديو راه وصلت دي ميليي دو فيو، شكون هذا اللي غادي ياخذ منا العبره؟ باقي الحواله كيدخلوا للمغرب، وباقي عينا قبل منا حنا تزوجنا، الناس عيوما يقولوا لنا ما تزوجش، راه الزواج مشاكل وصداع، واش منعنا داكشي باش نتزوجوا؟ تزوجنا ولقينا الزواج فيه مشاكل وحريق الراس وطلقنا، دابا كنعيشوا في حرية، ولكن الناس اللي قالوا لنا قبل منا اللي كانت عندهم تجربة، انا بغيت نتزوج، قال لي الفرنسي اللي الباترون قال لي كيس تي فا فيغ، تي فا فيغ اون بيتيز، في با سا، ولكن انا كان خصني نتزوج، ما يمكن لياش، ما غاديش نفهم الكلام ديالو، لأن هو سبقني في تجربة، هذا مثال، نفس هو الإنسان خصو يطيح في الخطأ، عاد من الخطأ يتعلم، عينا من، ولكن علاش الإنسان اليوم ما يستفدش من تجربة الآخر؟ علاش الإنسان ما يسمعش؟ حنا كنقولوا يوميا راه داك النظام راه ما معاه حتى شي حتى شي ما عندك ما دير بيه، الناس خايبين، الناس مجرمين، قتلة، لصوص، وانت تجي عندهم تتقول لهم اعطيوني سبيطار، اعطيوني الخبز، انصفني، بحال شي شفار كتعرفو شفار وكتقول وكتمشي كتطلب منه، اذا انت يا شفار انت وكتعرفو فاسق وساقط بلا ما تكرهو شي لاخر، ورا داكشي الاخر داروا عليه المغاربه ابستراكسيون، بحال اللي ما عمرو كان، بحال اللي ما كيسمعوش، بحال اللي ما كيشوفوش، وفينكم المسلمين هادوك اللي كيعرفوا الله وكيصلي وكيكوزوا 50 مره في النهار وكيمشيو للحج يدوروا بحال الحواله على بريتش، فينكم؟ هنا فين كيبان الاسلام؟ فين هو الاسلام؟ علاش ما كتغيروش المنكر؟ علاش ملي كنبقى نتصنت انا على داك الساقط ديال بن كيران، دير لي داك التسابيع في الدو ومحطوط تمايا، دير لي داك الكوميدي وجايب لي دوك الاغبياء كيتصنتوا ليه، ملي كنبقى نسمع داك الكلمات ديالو جي اونفي دو فومير، سيدنا عطانا، سيدنا عطاني، واش السيد كذا منين جاتو بعدا هو شي حاجه باش يعطيك؟ هذاك راه مال الشعب اللي كيعطيك وانت ما تستاهلوش، انت وياه الى الجحيم، راكم تتعريو عباد الله، راكم تتسرقوا الناس، تتديو للبشعيب باش تعطيو لعبد السلام، كتديو للشرفاء، كتفقروا ولاد الناس وكتقتلوهم بعرق بعرق، هادشي اللي غنقدر نقول، والسلام عليكم، شكرا، عاشت الجمهورية، عاشت الجمهورية وعاش الشعب، راه ما كاينش شي حل من غير الجمهورية، إسقاط النظام، إسقاط النظام هو الحل، ولو أننا نموت على الأقل نخليو لولادنا يعيشوا في كرامه ولو نسبيه، لان ما كايناش كرامه دو توت فاسون في هذه الارض هذه، ولو نسبيه، ولا داك الدل، ولا داك الدل اللي حنا فيه راه ما بعدو دل، هادشي اللي نقدر نقول لكم.